نولد على أرض ونموت كمان على أرض، وبينهم أرض واسعة مشيناها بالطول والعرض. بنتولد على أرض ونموت كمان على أرض، وبينهم أرض واسعة مشيناها بالطول والعرض. بالطول والعرض بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. عايشين لمدة محددة محكوم علينا، محكوم علينا، محكوم علينا بالأرض. مكتوب علينا نترمي في حضن الحياة، فينا اللي تضحك له وفينا اللي مسويه. مكتوب علينا نترمي في حضن الحياة، فينا اللي تضحك له وفينا اللي مسويه. العمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. عايشين لمدة محددة محكوم علينا، محكوم علينا، محكوم علينا بالأرض. بص بقى مراد، انا عايز اخد الفلوس دي كلها واحطها في بنك هنا عشان اسهل على الناس اللي هستورد منها. انت ما بتتعاملش مع البنوك في مصر ليه؟ يفتحوا لك اعتماد يعني. يا عم لا، انا عايز اشتغل بفلوسي. انت عارف الفايده وصلت كام في مصر؟ كام؟ تقريبا 16%. ياه، للدرجه دي؟ امال ايه، ده غير الاجراءات كمان. انت عارف انا نفسي في ايه بقى بجد؟ نفسي افتح هنا بقى مكتب استيراد وتصدير. اعتبرني انا مكتبك في تركيا. يا مراد انا عايز مكتب بجد. اللي بجد بقى انك تفتح مكتب في مصر الاول. والله عندك حق. ألف مبروك على المكتب الجديد، عايزين بقى نتعامل مع بعض. مش قلتلك أنا لسه مش قدك؟ يعني كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم قدك، اعتبرني حد منهم. لا لا لا، انتي بقى حالة خاصة. وبعدين مش عايز حد بصراحة بقى يتكلم ولا كلمة، وأول ما أبوكي هيفتكر بقى أن أنا بستغلك وباخد تسهيلات ما بياخدهاش أي عميل عندك. وأنا كمان مرضاش أن أي حد يقول عليك كلمة واحدة. إحنا ممكن نتعامل مع بعض مجرد صاحب شركة وعميل. انت ممكن تبقى الموزع الوحيد لمنتجاتنا هنا في بورسعيد، ايه رايك يا علي؟ الوكيل الوحيد مره واحده؟ لا لا لا، اهو ده بقى اللي انا كنت خايف منه. ساعتها بقى الكل هيقول اشمعنى اخترتيني انا. وبعدين تعالي هنا، توكيل ايه اللي انت محتاجاه؟ انت مش محتاجه غير لمنافس بيه يعني. زائد ان ده بقى بصراحه هيلخبط تعاملاتي مع الشركتين اللي انا بتعامل معاهم. بقول لك يا مديحه، اجل الموضوع ده شويه بقى لما المسائل تمشي. لا من غير زعل. هو انت ما تعرفيش يا مديحه انت غاليه عندي قد ايه؟ معقوله؟ ما تعرفيش؟ طب اقول لك انا قد ايه؟
شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك. يا بطة ما شاء الله ما شاء الله، صباح ابيض متوسط لسه ما حدش عكره. يا صباح البحر الميت اللي هتحصله. ليه كده بس يا بطه؟ بتطلعي السنجه بتاعتك في وشي كده؟ ده احنا واكلين مع بعض عيش وملح. وانت بقى كنت صنت العيش والملح ده يا زيكو. صنته بس انا اتظلمت، بس ما حدش مقدر. قصر، هات من الاخر. ايه يا بطه؟ انا جاي اطمن على بنت حتتي. اطمن يا اخوي. بعدين صعبان عليا يعني وقف بنت حتتي لوحدها كده في الشارع، وسعاده الباشا قاعد في مكتبه وفي ايلمان ومروق نفسه. وايه كمان؟ كلام كتير بس اللي يفهم. انت جاي بقى يا حبيبي ترمي الزرع والاسفين بتاعتك هنا في الارض عندنا. بقول لك ايه، لم الحاجات بتاعتك دي وامشي ورينا ارض افاق. انا خايف عليكي من الحكومه. حكومه؟ الحكومه دي ليا انا؟ الحكومه دي يا حبيبي للمجرمين اللي زيك. وبعدين بقى بقول لك ايه، تمشي من هنا بدل ودين النبي، لا لم عليك السوق ده وخلي اللي ما يشتري يتفرج. ماشي يا بط، انا غلطان. لما نشوف بقى الحكومه دي لما تيجي تطبق لك الكشك بتاعك هتعملي ايه؟ خلي سبع برومبا ينفعك. يا ابني ما تشيدك يا ماشي. يلا امشي. ما تقلقيش، ما تخافيش من كلامه، رخصه الكشك بتاعك خلصت واستلمناها كمان. طب وانا يا ويكا افتكرت رخصتي ولا نسيتها؟ معقوله نسيتي؟ يعني اسيبهم كده يشيلوكي بالكشك هيله بيله؟ طبعا خلصت لك رخصتك انت كمان. يخليك ليا يا ويكا. هو الواد زيكو ده مش ناوي يتلم لما يتعور ولا ايه؟ ما هو معذور برضه حسن. معذور في ايه يعني؟ لم له قرشين؟ لا مش الفكره، طالب القرب ومش طايق. ان شاء الله الطرق اقربها قادر يا كريم. انت عايزه الجد بقى يا بطة؟ الواد ده رغم كل اللي عمله واللي بيقوله انا بقى مش مصدقاه. في حاجه واحده بس اللي مصدقاها فيه، انه بيحبك. بقى ما هقول يا خالتي بقى تيجي منك انت. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ حيرتيني. صحيح يا بطة، انا مش عارفه انت مش عايز تتجوزيه ليه. والله طب ما تاخدي انت بقى يا حبيبتي سايبهولك، اشبعي بيه انت. لا يا بطة، انا عيني مليانه، وبعدين هو عينه منك انت. شايفي علي يرضيك كده عماله تفرزني وانت قاعد وانا ساكته؟ لا جرى ايه يا بطة؟ جرى ايه يا سمكه؟ هو انتوا صغيرين على اللي انتوا بتعملوه ده؟ عيب كده. الله، انتوا هتفضلوا تتخانقوا مع بعض لحد امتى ان شاء الله؟ وانت ايه يا لبنى اللي مقعدك هنا؟ ما تروحيش معاهم هناك ليه؟ معاهم فين يا قوسة؟ تسيب بيتها وتتشحطط؟ الحقيني بقى شحطط، جوزها هناك هتتشحطط فين؟ دول قاعدين في لوكندا يا اختي. وماله يا اختي قعده اللوكندات تشرح القلب؟ بس احنا بقى مش هنروح نقعد في لوكندا، احنا كلنا نلم بعضياتنا ونروح نشارك في شقه. حسن كان قايل لي مش هروح ناحيه هناك غير لما ياخد شقه. شقه اللي هياخدها دي؟ معاه تمنها يما. ما هو عشان كده انا بقول نشارك كلنا في شقه. وعلى ايه المكاليف دي كلها؟ نروح نقعد عند اختنا حبيبتنا زنت الرجال. وهي زنت الرجال هتستحملنا كلنا؟ ده عايزه تولع فينا. هتولع فيكوا انتوا، لكن انا عارفاها عصبيه وقفله بس معايا مفاتيحها. انا مش عارفه انت محموقه على بورسعيد كده ليه يا قوسه؟ يا اختي حد يكره الخير؟ انت مش كل اللي يهمك البضاعه؟ خلاص حسن كل ما ينزل هو واخته يجيبوا لك اللي انت عايزاه. واقعد انا استنى بقى حسن واخته يجيبوا لي البضاعه كل حين ومين؟ لا ده البضاعه هناك كده 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 بتشغي، والزباين ايه رايحين جايين رايحين جايين. بقول لك ايه يا قصقص، ما تيجي نعملها لهم مفاجاه ونطب عليهم على غفله. لا حسن ممكن يزعلك مني ما استاذنتش منه، يفتكر يعني ان انا رايحه اتلصلص عليه. اكمني بغير عليه قوي. بتغيري على مين يا بت؟ بغير على بورسعيد. افتكرتك بتغيري على حسن. كمانتي من ساعه ما اتجوزتي وانت بقيتي هطله وعبيطه كده ان شاء الله. طبعا تعالي يا حبيبتي، ده بورسعيد كلها هتنور. على الاقل هتغيري جو يوم ولا اتنين. ايه؟ طب ولازمته بقى تجيبي امك وخالتك معاكي؟ هو احنا جايين هنعمل مظاهره؟ تعالي انت بس وانا هستناكي. يا ست بقول لك تعالي لوحدك وانت ناقص تجيبي لي عربيه الكبده معاكي. ماشي ماشي، تعالي بس انتي وانا مستنيك. والا وحشتيني. معلش بقى الكلام عطلان اليومين دول من كتر الشغل. هستناكي. بقول لك ايه، ما تنساش تجيبي لي معاكي سندوتشين كبده وثلاثه سجق وانت جايه. ماشي، مع السلامه. بقول لك يا حسن، ما تخليهم كده كلهم يجوا اهم يسلونا يا اخي. هيسلونا في ايه يا بطه واحنا فاضيين؟ دول عايزين حد يتقطع لهم. لعلمك بقى
هي أوسه اللي ورا اللي بيحصل ده كله. دي مفيش الولية تمشي من عندنا نبص تاني يوم نلاقيها طبع علينا زي القضاء المستعجل. أنا مش عارف بتيجي تعمل إيه هنا دي كمان. بتيجي يا حسن عشان تبيع في السوق. تبيع إيه في السوق؟ في حد يسيب محل زي اللي هي فيه ده بزباينه ويجي هنا؟ دي عبيطة. ده علي بيبعت لها بضاعة أكتر من اللي هي بتشتريها وهي راجعة. المعلمة أوسه تاخد اللي هي عايزاه وتسدد براحتها. هو أنا من إمتى يعني كنت زنقتها في فلوس؟ أنا بفكر أشاركها في محل في مصر وكده يبقى عملنا منفذ للبضاعة بتاعتك هناك. ومال أبو علي؟ وانا مستعد اساعدكم باي تسهيلات تحبوا تعملوها. ربنا يخليك يا عيلة، طول عمرك حنين على حبايبك. بس بقول لك ايه، انا عايزك بقى تاجل الكلام في المواضيع دي دلوقتي، لان انت عارف ان من دول بسافر كتير وانت الوحيد اللي بيسد مكاني هنا. ما تخافش يا عم، انت فاكرني هسيبك اروح اشتغل معاهم في مصر ولا ايه؟ انا هفضل جنبك يا عيلة ما تقلقش. وبعدين بطه اتطورت وبقت بتفهم في الشغلانه، وقوسه معلمه وما تخافش عليها من زمان. انت قدامك قد ايه علشان تخلص؟ طب كويس كويس ان مناقشة الدكتوراه اتأجلت. عمرو انا عاوزاك ضروري. لا 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 لا، مش هينفع الكلام ده على التليفون. اهم حاجة عندي انك تيجي لوحدك من غير محمود، حتى لو سألك قول له انك انت مسافر اي بلد تاني. انا هستنى منك مكالمة تقول لي حجزت وجاي امتى. اوكي يا حبيبي، مع السلامة. ما هي عشان وقفتي في الشارع مش عاجباك انا عايزه افتح محل. ها ايه قولك يابا؟ صدقي يا عيني العقله سمكه يا بنتي، اول مره تفكري صح. ما هو ما يصحش بنت الريس جمعه تقف تبيع وتشتري في كشك زي العيال السريحه. طب ايدك بقى يا ريس جمعه. ايدي اهي، اما نشوف مين اللي هيغلب. يابا ايه؟ ايدك على الفلوس. فلوس ايه؟ مش تقولي الاول انت هتبيعي ايه في المحل ده؟ هبيع هدوم. هكون ببيع ايه يعني؟ هدوم طبعا، البضاعة دي بتاعت حبيب القلب سعري. امال يعني هبيع بضاعة الاعداء؟ طيب خلاص خليه هو بقى يدفع ويكلف. منين بس يابا؟ ما انت عارف انه لسه عضمه طاري. يا سلام، هو علشان عضمه طاري اكوع انا لغاية ما عضمه ينشف؟ جرايك ايه يا بنت يا سمكة؟ انت عاوز انا اترفد من شغلي مع صفوة بيه؟ ما كفاية يابا ان هو هيديني البضاعة اللي انا محتاجاها. ويعني هيديها لك ببلاش؟ لا، بس هيستنى عليا لما بيعها. طب ايه رأيك يا سموكة؟ انا مستعد اخلي الست مديحة تفتح لك محل اخر قلاجة وتديك البضاعة اللي انت عايزاها وتستنى عليك زي ما انت عايزة، ولو مش عاوز تدفعي ماشي. لا يابا، هتضلها ما بيني وما بين الناس بتوعك دول. في ايه بيت؟ أنا مش فاهم تحطهم في دماغك ليه؟ قرشة ملحتهم ليه؟ عشان هما اللي قرشين ملحتنا يابا. يا بنت يا سمك طوعيني، اسمعي مني تكسبي. لا يابا، أنا مكسبي مع علي، مع علي. Thank you. اتفضل يا عمرو. ميرسي يا سوزي. الموضوع يا عمرو بقى محتاج ترتيب جامد جدا. ازاي يعني؟ صفت مش قادر يعمل حاجة، وتقدر تقول ان هو شال ايده من الموضوع خالص. هو قالك كده؟ لا يا عمرو، هو ما قاليش كده بشكل صريح، انما انا حاسة انه خلاص ما عادش متحمس. يعني معقولة هيسيب بنته تغرق كده؟ ده من وجهة نظرنا احنا يا عمرو، انما من وجهة نظره هو بيحسبها حسبة تانية خالص. يعني هو بقى موافق ان بنته تروح تتجوز الولد الصايع ده. بيقول عليه انه هو ولد طموح وشاطر وان مصيره هيوصل. يا سلام، واحنا بقى نطلع من المولد ده بلا حمص. طب قول لي انت يا عمرو انا اعمل ايه وانا مستعد اعمله. انا برضو اللي هقول لك، انت تعملي ايه؟ انتي اللي تقولي لي انا اعمل ايه وانا عليا انفذ. انا مش شايفه قدامي غير حل واحد. لايميني عليه؟ ايه هو؟ بس الاول لازم نفكر كويس جدا. فكري زي ما انتي عاوزه، المهم ايه هو الحل؟ احنا لازم نخلص من الواد ده باي طريقه يا عمر. ازاي؟ ازاي دي بقى اللي محتاجه مننا تفكير وترتيب
وتنظيم. حاجة غريبة أوي، إيه اللي خلى عمرو يسيب لي راسه ويجي بسرعة كده؟ أخته وحشته؟ إيه؟ عندك مانع؟ لا يا ستي أنا ما عنديش مانع ولا حاجة، بس ما هو كان معاكي لسه ما بقالوش شهر. قصدك إيه بالكلام ده؟ لا ولا حاجة، بس يعني خلوني معاكوا على الخط. ما انت كنت معانا على الخط يا صفوت، وانت اللي قفلت السكه وبعدت. طيب يا ستي لما يبقى في حاجه جديده وخلوني على الخط وانا ادخل على طول. اه طبعا اول ما يبقى في حاجه جديده هدي لك خبر، بس بسرعه لان انا مسافر بورسعيد. هو انت لحقت تقعد يا صفوت؟ اه يا حبيبتي ما انا خلصت شغلي هنا وفي بورسعيد بقى شغل كتير قوي مستنيني، انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا يا صفوت انا مضطره اقعد لغايه ما يسافر عمر. اه قولي لي بقى ده على كده القعدة هتطول. اتفضل يا عم يونس. ايه ده يا علي؟ دي حاجة مش قد المقام كده. حط فلوسك في جيبك يا ولا. ليه كده بس يا خالي؟ أنت مش المخزن اللي عملته ده كلفك فلوس برضه. وبعدين يعني ده يجي إيه جنب وقوفك جنبنا وقعدنا عندك ده عشان المخزن. أنت مش اديت الرجالة بتوعي حقهم؟ أه اديتهم. خلاص ده اللي مطلوب منك. إنما بالنسبة للمخزن فدول شوية خشب مركونين عندي. وما لهمش لازمة، وحكاية وقوفي جنبك ده أنا اللي مفروض أشكرك لأنك رجعتني للحياة من تاني. ربنا يخليك عم يونس، يعني برضو مش هتقبل مني المبلغ ده؟ والله يا ابني لو كنت محتاجهم لكنت خدتهم، لكن الحمد لله مستورة وعندي اللي يكفيني وزيادة. أنت إنسان عظيم عم يونس، أنا عمري ما شفت إنسان بالنبل ده. لا يا ابني في زي كتير بس مدارين ومش عاوزين شوشرة، كل همهم في الحياة انهم يساعدوا اللي محتاج لهم. اكلنا اتنين قهوة يا ابني. نورت مكتبك يا سعادتي. بيه ايه مكتبك بس ده انت نورت بورسعيد كلها، وربنا ليك وحشة كبيرة قوي قوي قوي. متشكر يا جمعة. قولي بقى ايه الاخبار؟ اقعد. شكرا سعادتي. بيه أخبار بقى سعادة البيه؟ بيقولوا الواد بيكبر يوم ورا يوم، وبيقولوا كمان إنه اشترى أوتومبيل ودفع عربون شقة جديدة يسكن فيها هوم. يسكن فيها هوم؟ مش ناوي يتجوز ولا إيه؟ يتجوز؟ هيتجوز مين ولا مين يا سعادة البيه؟ هي مش بنتك بتحبه وهو بيحبها؟ والله اللي أنا متأكد منه إن بنت أنا بتحبه، بس هو بيحبها ولا لأ ده بقى اللي في علم الغيب. إيش الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ يعني إيه؟ يعني زي ما بيقولوا كده الواد ده ما بيحبش الا نفسه. يعني مش هيتجوز بنتك؟ والله يا سعادة بيه محدش عارف ايه اللي في دماغه. طب ايه رايك بقى ان انا عندي فكره ممكن تقربك منه وفي نفس الوقت تضغط بيها عليه؟ سمكه سمكه سمكه. ايوه يابا. بقولك يا بنت السمكه. نعم. ايه رايك بقى في اللي يساعدك في حاجه بتتمنيها؟ حاجه بتمناها؟ حاجة دياب يا بنت عشان تعرف ان ابوكي حبيبك وبيحبك وعاوز مصلحتك. انت مش نفسك تتجوزي الواد علي؟ الا نفسي يابا، ما انت عارف يا اختي يا اختي. شوفوا يا ناس البجاحه بتاعت البنت. شوفوا بجاحه ايه يابا؟ مش انت اللي بتسال يو. طب خلينا في المهم، ايه رايك بقى لو اتجوزت لك امه؟ اللي هي انت بتحكي، انا مش فاهم ايه اللي بيضحكك دلوقتي. تتجوز ام علي يابا؟ لو النبي يابا بلاش الموضوع ده، مش عايزين مشاكل. ها بس تفتكر هي يعني هتوافق؟ نعم يا اختي توافق. انت يا بنت مش عارفه ايه ميت ابوكي ولا ايه؟ بقى انا بقالي مده عمال اقنع في نفسي وهتنازل واتجوزها وتقولي هي هتوافق. اه يا اختي هتوافق. وبعد ده كله انا بعمل ده عشان مين؟ مش عشان خاطر عيونك انت؟ اه عشان يبقى زيتنا في دقيقنا، وساعتها الواد علي هيسمع كلام امه ويتجوزك. علي؟ طب اما تخلي علي الاول يوافق يابا انكم تتجوزوا. لا اطمني من الناحيه دي، انا هشده ناحيتي وكلك دماغه. وبعدين صدقيني انا بعمل كل ده لمصلحتك انت. لا يابا انا مش باين عشان اتجوز بالطريقه دي، وبعدين علي اذا ما كانش بيحبني عشان ذاتي انا اللي مش هوافق. امال يا اختي متعلقه في حبال ودايره وراه ليه؟ انا مش دايره ورايا يابا، انا بشتغل معاه. خلاص تكنيله في خيبتك، انت حر. طب عايزني اعمل ايه؟ ابدا، انا بسالك سؤال حسن
موافقة إن أنا أتجوز أم علي ولا أنت مش موافقة؟ يابا مش حكاية موافقة ولا مش موافقة، أنا خايفة يعني علي وأمه يزعلوا مننا. ليه؟ هو الجواز حرام؟ أنا وأنا طالبها إنها تبقى جيرلي فريند بتاعتي وقعدها في كازينو واحد ليمون واتنين شفاط، ده أنا طالبها في الحلال على سنة الله ورسوله. ربنا يستر. بس تعالى هنا يابا، أنت شفت حكاية أوسة من دماغك ولا إيه؟ لا طبعا ما شلتهاش. أوسة أنا أقدر أستغنى عن أوسة، بس زي ما تقولي هأجلها شوية، أصلها شايفة نفسها وبتت عليها حبتين. آه إنما يعني أوسة دي أنا هتجوز أم علي عشان أحرر أوسة، واخد بالك؟ والشرع سامح لي بواحدة واتنين وتلاتة وأربعة. أربعة يابا؟ أربعة؟ آه أربعة. هو الجواز يزعل يا بت؟ معقولة يا ريس جمعة؟ معقولة طلبك ده يزعل؟ أنا بس خايف لحسن أنت اللي تزعل. أنا أزعل ليه؟ لما أقصد أنا جاي في حاجة وحشة؟ لا يا جدع، ده طلبي ده هيفرحك ويفرح ماما إن شاء الله. إذا كنت أنت بقى ناوي تزعلني. لا لا لا، أنا من ناحيتي ما عنديش مانع، المهم العروسة هي اللي توافق. يا جدع هتوافق، ما مرمية وحد بيبص في وشها. إيه؟ لا قصدي يعني لا هتوافق، أنت بس شور عليها. لا لا لا، ده أنا هعمل لك حاجة أحسن من كده بكتير. أنا أحسن معاك الرد بودانك، أحسن تفكر أنا ضد الموضوع ده لا سمح الله. يا راجل ضد الموضوع ده ليه؟ الله، طب إيه رأيك يا علوة؟ أنا من هنا ورايح هخليك تدلعني وتقول لي يا عمي، ومن دلوقتي؟ أوضة 202 عمي. نعم يا روح عمك. لا بس بجربها. عارف يا علي، الجوازة دي بقى اللي هتخلينا نقرب من بعض قوي. يعني تقصد زيتنا في دقيقنا وكده يعني؟ بالظبط، حلاوتك يا علوة بتاع الزيت، زيتنا في دقيقنا. وعلي يا علي يا بتاعي الزيت، هتجوز امك يا علي واطردك من بيت. صدق انا حاسس بكده والله. ايوه ياما. خليها لها مفاجأة. لا لا انا لازم اقول لها. لا 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 لا، سيب اللي في ايدك كله دلوقتي، انا عايزك تشيكي كده وتيجي حالا. ايه؟ جايب لك عريس ياما؟ عريس يا واد بطل هزار. لا ياما مش مطرب، ده مطرب وبنولوجيست كمان. على فكره ياما عنده 22 سنه. 18 البطاقه اهي. ولا تزعل، 16 يا عم. يعني ايه حقيقي؟ مين قال لك ان انا عاوز اتجوز؟ مين؟ الريس جمعه؟ طب هو عندك؟ طب خليه يستنى بقى، وانا جياله وجايبه معايا الشبشب ابو كعب خشب عشان هرد عليه. انت متوتر كده ليه؟ انت مستعجل الرد قوي كده عم جوجو؟ ما تزودش بقى في الدلع كده، مش همال على بطال. طبعا مستعجل، اصلك انت مش واخد بالك يا علي، انا عايش وحداني بقالي فتره طويله وعاوز بقى يعني ارتبط واحده. اه طب اجيب لك ينسون كاكاو؟ لا يا ريت حاجه بتهضم، انا واكل جرجير كتير. ماشي يا عم جوجو. على فكره اول ما عرفت ان انت العريس قالت هتلبس وتيجي جري على طول. مش قلت لك اصل ما حدش يقدر يرفض الريس جمعه على سن الرمح؟ مش قلت لك انها هتنبسط؟ لا وانت كمان هتنبسط قوي. على فكره انا كنت هسمعك الرد بودانك، لكن انا قلت احسن حاجه تسمعه من بقها. صح، حلاوتك يا علوه، فعلا الرد لما يبقى من بقها بقي قصدي في ودني يبقى 100 100. يا سلام، على فكرة انت مش هتسمعه بس، ده انت هتحسه كمان. معرفتش حضرتك اللي حصل للرئيس جمعة. ايه حصل ايه؟ مش راح يخطب ام علي. ما انا عارف، ما دي فكرتي. وايه اللي حصل؟ وافقت؟ وافقت ايه؟ ده كل علقة ما كلاش حرامي جزم في جامع. كل علقة؟ ايه مش هجيبها الرئيس جمعة؟ امال كانت متجوزة مين؟ واحد صنايع على قده. الناس دول كل ما بعرفهم بيزيد اعجابي بيهم، رغم انهم فقراء لكن اخلاقهم نبيله. فقراء؟ فقراء يا سعاده البيه، ما خلاص بقى، علي دلوقتي صاحب شركه استيراد وتصدير. اه بس اخلاقه زي ما هي ما اتغيرتش. المهم انا جاي النهارده لحضرتك عشان نشوف هنعمل ايه. في ايه؟ في مشاكل في الشغل؟ لا ابدا، من ناحيه الشغل في البحر ماشي 10 على 10. امال عايزني في ايه؟ ايه المشكله اللي تعايزني عشانها؟ علي هنسيبه كده؟ هنعمل ايه؟ نحرق له المخزن الجديد، وهي دي بقى اللي هتجيب داخل. صفوت بيه؟ ايوه يا زي كنت قلت ايه؟
بقول لحضرتك لو حرقنا مخزن الجديد بتاع علي نبقى جبنا داغه. لا انا اجل الموضوع ده شويه، اذا كنت عايز تتكلم في الشغل اتكلم، ما انتش عايز يبقى سيبني عشان انا ورايا شغل. عملت ايه يا عمر؟ فكرت في حاجه؟ فكرت في كل كلام اللي انت قلتيه وما لقيتش غير حل واحد. طب ايه هو الحل ده؟ احنا نشوف حد يخلصنا من الولد ده. يعني ايه؟ نقتله؟ بالظبط كده. طيب مفيش قدامنا حل تاني الا ده؟ اي حل تاني معناه ان الولد ده هيفضل موجود، وطول ما هو موجود ده معناه ان مديحة هتفضل متعلقة بيه. ايوه يا عمرو، بس انا خايفة لو عملنا كده مديحة هتشك فينا وساعتها هتكرهك اكتر واكتر. تلاقيش يا سوزي، الترتيب اللي انا فكرت فيه مش ممكن يخلي الجنس مخلوق يشك فينا. طب قولي ايه هو؟ ما انا لسه بعت لك كرتونتين الاسبوع اللي فات، لحقوا يخلصوا. لا 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 مش قصدي، بسم الله ما شاء الله. لا طب هقول لك على حاجه، انا مسافر الاسبوع ده. لا لا مش هطول، يعني اسبوع 10 ايام كده. حاضر، هجهز لك بقيه الطلبيه. حاضر، يلا مع السلامه. مع السلامه، شكرا. الو، ايوه حاج حمدي، وصل الشيك. متشكرين جدا، متشكرين. لا لا طب مستعجل على ايه؟ في بيتها يعني. ما جالكش؟ مساء الخير علي بيه. ايه؟ طب هقول لك على حاجه، انا مسافر الاسبوع ده، عايز قد ايه؟ 8؟ طيب حاضر حاضر، لا مش هتاخر. حاضر حاضر حاضر. سلام يا حاج. ايه يا ابو علي، الستوك خلص ولا ايه؟ جبرنا والحمد لله، مفيش غير صنفين. ايه هما الصنفين دول؟ التيشيرتات البيضاء وسريعات الجنس الدرت اللي كانوا في كرتون على جنب دول. تصدق يبقى انا لازم اسافر بنفسي فعلا. طب وتسافر ليه يا عم؟ ما تكلمهم بالتليفون ويبعتوا لك اللي انت عايزه. لا 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 مش هينفع حسن، اصل في موضوع مهم كمان لازم اعمله بنفسي. بقول لك بالحق، عملت ايه في موضوع الجماليه؟ كلها يومين والشغل كله يبقى جاهز. حسن، يومين يعني يومين مش اكتر. ايوه يا جدع يومين، ده الجماليه. وانا كمان على فكره لازم اشوف المعلم عبدون خلص ايه، لان مراد كلمني وقال لي الخواجات عايزين شغل فرعوني كتير قوي. هو ده الكلام، انا حاسس ان الخواجات دول بيحبوا الفراعنه اكتر من اهاليهم. يا عم يحبوا، خليهم هم يحبوا واحنا نشتغل. لكن انت واثق في الناس دي يا عمرو؟ يا حبيبتي ده بيزنس، يعني كل حاجه بالفلوس. ايوه بس انا خايف احسن بعد كده حد فيهم يتكلم ويجيب سيرتنا. انت ناسي ان هما اللي هيقتلوه، وبعدين ما حدش فيهم هيقدر يفتح بقه، لان لو حد فتح بقه ده معناه انه بينتحر. مش عارفه يا عمرو، اتس فيري ريسكي. ما تخافيش، الموضوع كله هيبان كانه حادث طبيعي. المهم الولد هيجي امتى؟ اكيد هيجي، ما هو دلوقتي بقى عنده شغل هنا. طب وهنعرف ازاي انه موجود؟ اطمن يا عمرو، رجاله صفوت مراقبين كل تحركاته في بورسعيد. اسمع يا سوزي، انا مش عايز صفوت جوزك يشك ان احنا ورا الموضوع ده، انت فاهمه؟ انت عارف يا عمرو، المفروض كمان ان انا ما اكونش موجوده هنا قبل الولد ده ما يوصل، يعني المفروض اكون موجوده في مصر. وانت كمان يا عمرو، اول ما تتاكد انه وصل لازم تسافر. بس انا لازم ابقى موجود عشان اوريهم الولد ده ويتعرفوا عليه، بعدها ممكن ابقى سافر. عندك حق، وبكده ما حدش هيقدر يشك فينا. اهلا يا سوزي، انت بتكلمي منين؟ وصلت امتى؟ غريبة، ما قلتليش يعني انك انت جاية. انا اصلي زهقت من وعادي هناك لوحدي. عمرو؟ لا انت فاهم عمرو غلط، ده اساسا مش فضيلي، مشغول بحاجات كده علشان الدكتوراه بتاعته، وبعد كده هيسافر على طول. وهو عامل ايه؟ واتكلمتوا في موضوع مليحة؟ يعني ايه مش مهتم؟ خلاص يعني؟ صرف نظر عن الموضوع؟ انت اصلك ما تعرفش ايه اللي حصل. بفتح معاه الموضوع يا صفوت وفجأة لقيته بيقول لي لو سمحت يا سوزي ما تتكلميش معايا في الموضوع ده دلوقتي، انا عندي حاجات اهم عاوز اركز فيها اليومين دول. الله يعيني العقل. طبعا ما هو ده اللي انت عاوزه. لا انا عايزه يركز في شغله بقى، شوف مستقبله الاول. بصراحة بقى يا صفوت أنا خايف أحسن عمرو يصرف نظر. نظر؟ مات، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. عشان بعد كده أنا وأنت نقعد ندور لمديحة على عريس تاني، ولازم يكون ابن ناس وابن عيلة.
ندور ليه يا مديحة؟ لو قالت يا جواز النهاردة مش هتلاقي ألف واحد يتمنوها. ما أقصدش يا صفت، بس برضو أنت عارف إن كل اللي حواليها طمعانين فيها. حبيبتي أنا عندي خبرة، أعرف كويس قوي مين اللي طمعان في بنتي ومين اللي بيحبها بحق وحقيقي. يلا بص يا حسن، عايزك تركز معايا، عايزك تطمن أصحاب المحلات اللي البضاعة في الطريق وتحصل بقية الفلوس اللي لينا بره، وتدفع عربين للشغل الناس بتوعنا اللي في خان الخليلي وفي الجمالية. طمني عليك، كله هيتم بإذن الله. ربنا يستر. شوف وشك بخير يا عم. مع السلامة يا حبيبي. أنا مش هوصيك على نفسي. في العيشة سمكة، مش هوصيك على أمي. خلاص عليك يا علي، خالتي في عناية. سافر أنت بألف سلامة، ما تحملش هم. سلام سلام. علي طب انا هاجي معاك واوصلك. تيجي معايا تروحي فين بس؟ انا رايح معايا يا سمك. يلا علي. معلش يا سمك اخليك انت. يلا سلام عليكم. يقول لك دخلت. خسر عليك يا خالتي ليه كده بس؟ اشمعنى المره دي؟ حاسه ان هيجري لي حاجه قبل ما اشوفه تاني. الشر عليك يا خالتي، ما تقوليش كده، ما تقوليش على نفسك. هو كل ما الواد الصايع ده يسافر لازم مديحة تسافر وراه؟ طب بذمتك الناس تقول علينا ايه؟ اقولوا ايه؟ مسافر ورا شغلها. ما انت لازم تدافع عنها. مش بنتي. سبحانك يا رب. طب يعني انت ما فكرتش اشمعنى ما بيحللهاش السفر الا وهو مسافر؟ صدفة طبعا. يا ترى الصدفة المرة دي موضوعها ايه؟ الموضوع يا ستي انها راحت تشتري مكان للمصنع بتاعها اللي هنا. يا سلام، هو المصنع دلوقتي بقى بتاعها لوحدها مش كده؟ مش المشروع بتاعها، انا ماليش دعوه بيه. ويا ترى بقى محمود ابنك ناوي يعمل ايه بعد ما يخلص دراسته؟ ما شايفتوش. وانت المفروض هتساله امتى في موضوع زي ده؟ يعني يخلص دراسته بعد ما هسأل. بس انا متهيألي محمود مش غاوي شغل. عمال بيدرس ليه؟ يمكن منظره، يمكن بيرضي شخصيته. أمال الشهادة الكبيرة برضه بتدي لصاحبها وجاهة. أنت طول عمرك كده لازم تدافع عن ولادك. الشهادة بتاع مين أمال؟ طيب 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 يا اللي بتخبط بقى. ما خلاص هي خبطة واحدة أنا سمعت. لا تطلع في دماغي ما افتحش وعدي. يو ده أنت رزل قوي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أوسة جيتي من مصر إمتى؟ ليك عين، ليك عين تفتح بقك يا راجل يا واطي يا ناقص يا عين رادون. الله 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 الله. طب فضل استريحي واهدي على بالك شوية عليا استقوسة. ايه اخوي؟ ايه يا حبيبي؟ عامل لي فيها شباب يا دنايا، عامل لي فيها بعرام. تبقى غلطانة بقى في العنوان، أنا أبو سمكة. أقول إيه وعيد عقة؟ بقول لك إيه، أنا متبرية منك والدنيا كلها متبرية منك ومن تصرفاتك. يا راجل يا لكن هقول إيه؟ لو طلعت العيبة من أهل العيبة ما تبقاش عيبة. وطي صوتك شوية كده، هتفرجي سكان البيت عليا وانا هنا محترم. ولسه ولسه ده انا هفرج عليك شارع الكنال كله، شط الكنال كله هيتفرج عليك يا ريس جو. يا راجل يا عيب، عيب اللي انت بتعمله ده. انت لسه شفت مني حاجه اهو. انت هتردحيلي يا ستقوسة؟ ده انا هردحلك وهفرش لك الملاية وهعرفك مقامك بقى يا راجل يا ناقص يا عرة يا دنيا واطي يا طفص. تضحك على البنات الصغيرين اللي قد بنتك وتقعد تقول لهم في كلام معسول. ده انت يا حبيبي لما تيجي تتجوز ما تاخدش في ايدك المازون، خد في ايدك الدلتا مرجية وعلبة جلوكوز. علبة جلوكوز؟ ليه يا اختي؟ هقضي شهر العسل في مستوصف. يا راجل يا ناقص تروح تحط عينك على ام علي اللي لقيتها في التلاجة. يا اوسه افهمي، انا ما حطيتش عيني عليها، انا بعيد عنك حد جه من ورايا راح زايق عيني ناحيتها. يا اختي يا اختي خش في عيب بيخش. جرايه يا راجل، انت بتكلم تلميذه في ابتدائي ولا ايه؟ لا امي، امي اللي راحت طلبت ايد ام علي.
انت برضو هتصدقي ان انا هروح اتجوز ام علي؟ يا شيخه حرام عليكي، بقى يبقى فوقي حته بسبوسه طريه بالقشطه اشيلها واحط في بقي كارع جملي. كلام معسول، كلام معسول. خد ده اللي ضحكت عليا بيه. لا خلاص، انا حرمت اسمع كلامك ولا امشي على هواك يا راجل يا خاين. يا يوسف، يا يوسف افهمي، بلاش العصبية اللي انت فيها ده، كل شيء بالخناق إلا الجواز لازم يبقى بالاتفاق. خروشي خروشي ليه يا راجل؟ فاكرني رايحة رامية جتتش عليك ولا ايه؟ طب تصدق انت رئيس جمعة ده بحاله لو تقلوك بالذهب ولا تملعي عيني؟ وانا حظي وحش، عينيكي واسعة بتاخد وقت عقبال ما تملى، انا عامل ايه؟ من الله اللي كان السبب. بتدعي عليه ليه؟ خدك من ايدك وسحبك، قال لك روح اتجوز ام علي. يا دي النيل على ام علي، في ايه؟ ايه ام علي اللي انت ماسكهالي دي؟ ارحميني شويه، ما انت بس لو تهدي اللعب شويه وتفرملي وتسمعيني هتفهمي ايه الحكايه. لا لا حكايه ولا روايه، حكايه باينه كده زي الشمس، زي طاقة الشمس كده قد كده، تغزى عين الشيطان قد كده. طبعا لقيت بقى عالي ربنا بحبحها معاه وعيلي، قلت وماله، ألايم سمكة عليه؟ معرفتش تلايم سمكة عليه، قلت تلايم أنا على أم علي. يا أوسى صدقيني كل ده كان كلام، مجرد جر كلام مش أكتر، من الله اللي كان السبب، كانت شورى مهببة ومعندنا في 60 أندول. هل عارف ايه اللي خلاني سمعت كلامه؟ اعمل ايه؟ قال لي بص، الحل الوحيد اللي يطفي النار اللي بينك وبين علي ويسلك سكة علي مع سمكة هي الحكاية دي، بعدها على طول اخلع انت واعمل ما بدالك. وانت عميت وخرست وترشيت تسمع الكلام، وانت شعرفك يا راجل يا ناقص يا دون ان ام علي ترضى بيك؟ ترضى ولا ما ترضاش؟ ما كانش ده المراد. انا كان قصدي ان الواد علي يحس ان انا شاري وهدي اللعب اللي بيني وبينه شويه. مش انت برضه اللي قلتيلي لا يا جمعه لا لازم نستف العين الاول زي كراتين البيض؟ انا عمري ما نطقت كلمه كراتين البيض دي، انت اللي قلتها. فانت هنا، تعالى هنا، عايز تستف العين ولا تستف نفسك؟ بص يا اوسى اهدي بس شوية عشان خاطر ربنا، اهدي. بصي انا عاوزك تحسبيها بالعقل، يعني ام علي هتجوزها ليه؟ عشان مال؟ الحمد لله عندي منه بالزيادة. جمال في النقطة دي بقى انا مش هتكلم، عاوزك انت كده تقومي تمشي وتتبختري لغاية المراية وبصي فيها اهو، شوفي نفسك، ربنا مديني جمال وحلاوة وخف الدم، هروح اتجوز ام علي ليه؟ ها؟ بالعقل انت كده احسبيها ليه؟ يعني وبعدين شفتيني رحت واخد المأذون في ايدي؟ ما هو كمان انت لو كنت صدقته وعملت زيه تبقى راجل كده لا مؤاخذة، يعني سامحني عقلك مش مظبوط، حتى برضه يجيب النار ويكبها على النار. وزيت شيطان، اعمل ايه؟ غلطة، والله غلطة، منه لله. حس بيا يا موسى، انا فعلا بقيت بين نارين مش عارف اعمل ايه. اجي اطفي النار دي تشعلل، اطفي دي تشعلل. يا موسى انا حاسس ان انا دخلت في حقل الغام، لا عارف اكمل فيه ولا عارف اخلع. ما تقسيش عليا يا موسى، اوعى تسيبيني، ده انت الكتف الحنين اللي ناوى تسند عليه. حرام عليكي، انا جوايا ابيض زي الفل، انا عارف ان انا دخلت برجليها في الوحل، بس اوعدك يا اوسى ان انا هطلع من الوحل ده انضف من الصيني بعد غسيله. مش عارفه اقول لك ايه يا ريس جمعه، بس كلامك كده مشروخ بصراحه. تعالى نتكلم كده على ميه بيضة وفهمني ايه العباره. من غير ما افهمك يا اوسى كله حيظهر ويبان، يا نداغ اللي بان، تنسيك جمعة ولا ايه؟ انا شاري قوي يا اوسى، شاري والهوى غلاب. انا طيب غركيش المنظر، والله طيب قوي، وقلبي ده
قلبي يا مهنا. سامحيني يا بوسه، سامحيني، انا بطلب منك سامحيني، وانا عارف انك هتسامحيني. هتقولي ليه؟ عشان انت حنينه، انت الحنان كله. سامحيني 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 يا بوسه. سامحتيني؟ متشكر. مش بقولك هتسامحيني عشان انت حنينه، يا حنينه حنينه هنا. في ايه يا صفوت؟ هو انت مش ناوي تروح شغلك النهارده ولا ايه؟ مش عارف، حاسس ان ابطال ومكسل. القهوه حبيبي. ميرسي يا ستي. يعني مش ناوي تنزل؟ للاسف لازم انزل عشان اطمن على الشغل اللي في المينا. هتنزل امتى؟ خدي انا هطلع اريح شويه وبعدين البس هدومي وانزل. احسن برضه. ايوه يا عمرو، اسمعني كويس، انا بعملك مكالمه سريعه علشان صفوت موجود هنا. ايوه، في معلومات مهمه. المعلومه اللي انا عايزه اقولها لك ان الواد اللي اسمه علي هيسافر النهارده تركيا، ومديحه معاه. انا اهم حاجه عندي ان مديحه ما تشوفكش، والا كل حاجه هتبوظ. ركز معايا يا عمرو، مهم جدا انك انت تسيب البيت دلوقتي فورا قبل ما مديحه ما توصل. يا عمرو ركز معايا، اهم حاجه ان مديحه والواد اللي اسمه علي محدش منهم يشوفك او حتى يعرفوا انك انت موجود. يا عمرو طمني، انت بجد وضبت كل حاجه؟ يا ستي انا عاوزك تطمني، كل شيء تمام، انا رتبت كل حاجه، كل ما في الامر، بس انا مستني عشان اوري له علي واخليه يتعرف عليه، وافهمه على التطورات الجديدة عشان ما يحاولش ينفذ العملية في وجود مديحة. مراد علي. الحمد لله على السلامة يا علي. الله يسلمك. ها أخبارك إيه؟ الحمد لله، أنت أخبارك إيه؟ كله تمام وزي الفل. مية مية، يلا بينا. لا استنى شوية. أنت مستني حد ولا إيه؟ في شخص مهم قوي جاي دلوقتي. مين؟ أهو وصل أهو. مديحة؟ يعني ما قلتليش. ما قالتليش غير وهي في المطار في مصر. المفاجأة الحلوة دي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك أنت. أنت جاي معايا لنفس الطيارة ولا إيه؟ هو في النهاردة طيارة تانية واصلة من مصر يا مراد؟ ما أفتكرش، يعني لسه مديحة هي طيارة واحدة بس النهاردة. يعني جاية كمان معايا على نفس الطيارة وما قلتليش؟ ما أنت لو كنت قلت لي إنك مسافر كنت أنا كمان قلت لك إني مسافر. خلاص بصرة. منك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. حسن، أنا قررت هفتح دكان هنا. تفتحي دكان هنا مرة واحدة يا وسام؟ لا يا أخويا، على مرتين. إيه مش قدها؟ ليه معاكي كام عشان تفتحي دكان هنا؟ الحقيني يلا، معاكي كام؟ يا ابني معايا خميرة تقيلة، معايا 10 بواكي. خميرة تقيلة 10 بواكي؟ أنت عارف عشان تفتحي محل هنا يا أوسة عايزة قد الفلوس اللي معاكي دي مرتين عشان تاخدي مترين بس، مش محل. الله يكرمك يا أبو علي، ما تسددهاش، ده أنا إن شاء الله ناوية أشاركها. سلام، تشاركها في إيه؟ ومين قال لك إن أنا عايزك تشتغلي يا لب؟ محدش قال لي، بس أنا عايزة أشتغل إن شاء الله. لا الا الله يا بنتي، مين هيقعد في البيت يا رب العيلين؟ هما فين العيلين دول؟ انت هتفولي فيها ما هيجوا باذن الله يا لبنى. خلاص اشتغل لحد ما يجوا ان شاء الله يا ابو علي. الله، عمال تقاطع ليه يا ابو علي؟ ما تسيب البنت تشتغل معايا يا اخويا، على بال ان شاء الله ما ربنا ياخد بيدك وتجيب حتى 6 عيال مش عيلين. يا ستي قلت لك ان الفلوس اللي معاكي مش هتكفي محل هنا يا وسع. خلاص افتح كشك زي بطه. ومين قال لك ان بطه تقف في كشاك تاني؟ ومن هتقف فين؟ هتقف في الشارع؟ يا ست شارع ايه؟ خلاص علي هياخد محل عشان سمكه وبطه يقفوا مع بعض فيه ويشتغلوا هما الاثنين. بقول لك ايه يا حسن؟ ما تقعدش تلت وتعجن على قلبي كتير، انا هفتح هنا دكان، يعني هفتح هنا دكان، وبعدين ارجع بالذاكره كده لورا، انا اللي مجوزاك لبنى، لولايا انا يا حسن ما كانتش هتعبرك ولا تبص في وشك. ولازمته ايه بقى الكلام البايخ ده يا وسع؟ ما تقولي لخالتك حاجه يا لبنى بدل ما معلش معلش يا ابو علي، مش قصدها
مش قصدها. لا لا ما تعمليليش كده، انا قصدي وعارفه انا بقول ايه. كويس، انا عايزه افتح دكان هنا يا حسن. الخير هنا يا اخويا كتير. يا بنت الخير كتير في كل حته، ومن قالك ان الخير مش كتير في مصر؟ بس انت ولع المحل بتاعك ده، كفايه الزباين اللي عندك بس. خدي بضاعه من هنا وشوفي زباينك هيبقوا قد ايه. والجمارك وانا قدها يا حسن. هو انت تدفعي حاجه من جيبك يا اوسا؟ ما كله على حساب الزبون. طب ما تيجي تشاركني انت في دكان في مصر. بص يا اوسا، بالاخر كده انا هقولها لك بكل صراحه، خلي البنت بطه تشاركك في المحل بتاعك وتقف معاكي، على الاقل تريحيني بقى شويه وابقى مطمن انها قدام عينيكي. بطه افكر. ضوافر وايام واتخاف عالفابريكه.